بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، المعارك مستمرة بين الجيش الوطني الساعي إلى استعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية وإخضاعها للشرعية وطرد الميليشيات منها، وما بين الميليشيات التي تتمسك بحقها بقوة السلاح في فرض ما تريده على اليمن واليمنيين، حقها في الاصطفاء الإلهي كما يقال ونشر فكرها، وأيضا كذراع من أذرع إيران في داخل اليمن والذي يزعزع أمن اليمن وأمن المنطقة. الجبهات جميعا في حالة تأخب مستمر وقتال أيضا، وأبرز هذه الجبهات خلال الساعات والأيام الماضية كانت جبهتي صعدة وجبهة حجور، كونها منطقة معتدى عليها وتدافع عن نفسها من هذه الميليشيات الحوثية. فإلى أين وصل الجيش الوطني في تقدماته المستمرة في صعدة؟ وما أبرز المناطق التي استعادها الجيش من أيدي الميليشيات الحوثية في المحافظة؟ وما الخسائر التي تتكبدها الميليشيات الحوثية نظير صمود القبائل في حجور بحجة؟ تقدمات الجيش في صعدة وخسائر كبيرة للحوثيين في حجور موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. هذا الموضوع أناقشه وأسلط الضوء عليه مع المحلل العسكري العميد الركن عبد الرقيب القحطاني، مساعد رئيس هيئة التدريب بالجيش الوطني. سعادة العميد الركن، أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. أسعد الله مساك أخي الكريم الأخ مختار الفقيه، وأشكرك وأشكر جميع مشاهدي قناة سهيل في هذا البرنامج. تحية لك سعادة العميد وأهلا وسهلا، وبإمكان مشاهدينا أن يتابعوا حلقتنا في هذه الأثناء عبر البث المباشر من صفحة قناة سهيل في الفيسبوك. نتابع أولا هذا التقرير مشاهدينا، من ثم نبدأ النقاش. إما أن تدار المعركة وفقا لما يريده الحوثيون، أو أن تدور عليهم الدائرة كما يريد اليمنيون. يريد الحوثيون للمعركة أن تدار بالطريقة المتقطعة وتشتيت الجهود في الأطراف والمفاوضات، ويريد اليمنيون حسما يقطع رأس الأفعى ويستعيد الدولة شكلا ومضمونا لا مجرد شكليات فقط. وفقا لإرادة اليمنيين فصعدة قبل سوها تقع في قلب المعركة، فالجغرافيا التي تركت للميليشيا عقودا لتنشئ فيها ظروفا معقدة، هذه الجغرافيا آن لها اليوم أن تكتب التاريخ، تاريخ انتصار جيش الشعب المتقدم بثبات نحو كهف الفتنة، الكهف الذي أريد لظلماته أن تلتهم قصر الجمهورية وتطلعات الشعب. يتقدم الجيش في صعدة، فيتعالى أنين الميليشيا فيما تعلو تأكيدات اليمنيين على أن قطع رأس الأفعى قطع لمسافات طويلة باتجاه النصر المكتمل. وفقا لموقع الجيش الوطني، فالجيش المتقدم في عمق صعدة أضاف لجغرافيا الأرض المحررة مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء، إذ حررت قوات الجيش شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية في منطقة النقعة، كما حررت جبل نواف الاستراتيجي الذي يطل على مناطق الرزامات والنقعة وظهران الجنوب في السعودية. وفيما سبق للجيش تحرير مناطق في باقم شملت الجبال السود وتبت الخزان وما تبقى من قرى آل معيض وقرية سحار الشام والخط الأسفلتي الدولي، تستمر قوات الجيش في التقدم في رازح بعد تحرير قرى أحمد علي وصدام ودمنان في منطقة مسن القد. أخبار انتصارات جبهات صعدة تتكامل مع صمود حجور حجة، فالمنطقة التي أراد الحوثي خنقها بالحصار خنقته بالصمود، بل والتقدم لاستعادة مناطق كان آخرها اليوم منطقة بني شوس بأطراف كشر، فيما ينتظر اليمنيون المزيد على الأرض تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحرك قوات عسكرية لفك حصار حجور.
تحركات يريد لها اليمنيون أن تأتي ضمن خطة شاملة تتجاوز الخلاص من حصار المنطقة إلى تخليص الوطن كله من فخ إطالة أمد الحرب بحثا عن سراب السلام. فالسلام تكمن حقيقته في الانتقال من مربع ردة الفعل إلى الإمساك بزمام الفاعلية وسرعة تحرك الشرعية لإفشال خطط إنقاذ العصابة الانقلابية. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب المحلل العسكري العميد الركن عبد الرقيب القحطاني مساعد رئيس هيئة التدريب بالجيش الوطني. أجدد الترحيب بك سعادة العميد الركن عبد الرقيب. في إطار حديثنا عن الجبهات المشتعلة في اليمن صعدة وجبهاتها تأتي في القلب حمية وطيسها وما زال مستمر وتشهد تقدمات وانتصارات مستمرة، ماذا لديك وكيف تنظر إلى المعركة في صعدة خلال هذه الفترة؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وأشكر جميع مشاهدي قناة سهيل في هذه الحلقة مستقبل الوطن. نتكلم اليوم في هذه الحلقة عن مستقبل الوطن، انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الأبية التي يستمر ما يقارب 4 سنوات في ظل الاضطهاد، في ظل التعسف، في ظل ما يعيشه الشعب اليمني من انتكاسة في كرامته وأخلاقه. إلا أن اليوم سنجد شيئا آخر، نوعا آخر ينتفض من الداخل، من قلب أوساط الحوثيين أو ميليشيات الحوثيين الذين كانوا يظنون أنهم سينتصرون من هنا أو سيدافع عن فكرهم من هنا، لكن يأتي من ينتفض من الداخل لأنهم يحملون أخلاق، يحملون قيم، يحملون مبادئ، يحملون عزة وإباء الشرف اليمني. هؤلاء الذين كانوا لا يظنون أن يأتي الانتفاضة من هذا المكان، من صعدة ومن حجة ومن قبائل حجور هذه الأبية، الذي يجب أن نقبل رؤوس هؤلاء الأبطال المقاومين في حجة حجور وكشر وجميع القبائل اليمنية التي تستدعي هذه القبائل اليمنية أن تدعم هذه القبيلة التي أبت الخنوع وأبت الذل والاستكانة وأبت إلا أن تنطلق إلى الأمام لتحرير هذه البلاد وتحرير إرادة هذا الشعب. نعم، صعدة تشهد تقدمات مستمرة، الانتصارات التي ورد سردها والمناطق التي تم استعادتها وتم ذكرها في التقرير تعكس حجم وأهمية مثل هذه الانتصارات، دعنا نتحدث عنها. الانتصارات الموجودة اليوم في حجور أو في كشر أو في جميع مناطق اليمن أو حتى نقول ثبات المقاتلين في جميع الجبهات، اليوم نستطيع أن نقول بأنه يعزز الإرادة لدينا أننا نحن الأبطال، نحن الذين نحمل مشاعل الحق من الداخل، نحن الذين ندافع عن الكرامة، ندافع عن الحرية، ندافع عن الأرض، ندافع عن هذا الوطن الذي نأبى أن يستباح أو أن يستهان أو أن يستهان به أو بكرامة هذا الإنسان. قد يحدث بعض الشيء هنا أو هناك، شهداء أو جرحى، لكن هؤلاء هم الأبطال الذين يحملون مشاعر الحرية للآخرين. فإذا سقطت أحمل عزتي، يغلي دم الأحرار في شرياني. إذا سقط هذا البطل سقط من أجل العزة، سقط من أجل الكرامة، سقط من أجل البحث عن الحرية
ومن أين تأتي هذه الحرية اليوم؟ تأتي من قبل أبناء صعدة، ومن قبل قبائل أبناء حجور وكشر وغيرها من القبائل هذه. واليوم نلاحظ بأنه قبيلة تلو قبيلة تدعم قبائل حجور من أجل استعادة كرامة الرجل اليمني والشعب اليمني. ولذلك سنجد بأنهم اليوم أصبحوا أحرار. قد نرى أن من يعيش في الذل يدفع ضريبة، ومن يعيش في الحرية وفي الكرامة يدفع ضريبة، لكن ضريبة الذل أغلى وأكبر من ضريبة الحرية. اليوم هنا نلحظ أنه عبارة عن شعار أو عن نبض أو عن يقظة لهذا الشعب اليمني، أن حجور تناديكم تقول لكم هذا هو الطريق، إن أردتم أن تسلكوا هذا الطريق فهذا هو طريق الحرية. لكن هذه الضريبة بسيطة، قد يكون هناك شهيد لكنه عند الله لا يوجد له أي مقابل أكثر من مقابل أن يحصل على أعلى درجات في الجنة. هذا الشهيد هو الذي يصنع لنا مستقبل وطن الذي نناقش فيه اليوم هذا البرنامج. هذا هو المستقبل الذي ينشده جميع أبناء الشعب اليمني وقبائل حجور، الذي كما قلت سابقا نقبل رؤوسهم أنهم أشعلوا هذا الفتيل لترى جميع القبائل أننا نحن اليوم على هذا الحق، ندافع عن هذه الكرامة، ندافع عن هذه العزة. كما قال أحد الشعراء: لو لم أكن في ثورتي متطلبا غير الضياء لأمتي لكفاني. أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت أحمل عزتي يغلي دم الأحرار في شرياني. نعم. طيب بالنسبة لي يعني صعدة وهي في الواقع جبهات متعددة وأكثر من جبهة تتقدم من أكثر من جهة، يعني لو قلنا أن بعض الجبهات بدأت أو بعض المحافظات بدأت في هذه الفترة تتبع أسلوب الردع للميليشيات وترتب لهجوم واكتساحات قادمة، تبقى جبهة صعدة متصدرة للمشهد وفي تقدمات مستمرة. ما الرسالة التي تحملها يعني هذه الانتصارات في صعدة؟ الانتصارات اليوم الذي يعيشه الشعب اليمني جميعا، سواء أنا سأتكلم حتى أصل إلى رأس الأفعى. الانتصارات اليوم موجودة في الضالع في دمت وفي الحشا وفي جبل هان وفي الدفاع الجوي شمال الجبهة الشرقية لتعز وفي الحديدة وفي صعدة. رأس الأفعى اليوم أنا أقول الانتصارات تأتي من قبل رأس الأفعى، من رازح وغيرها من الرزيمات، من حجة، من كشر وغيرها من هذه القبائل المحيطة حول حجة التي تساعدها في عمران. اليوم عمران تقطع خطوط الإمداد للحوثيين التي لا يستطيعون اليوم أن يصلوا بإمدادهم من أجل الحصار المطبق الذي يريد أن يطبقوه على قبائل حجور. فالانتفاضة الموجودة أو القبائل الموجودة اليوم أو الانتصارات الموجودة اليوم في صعدة لتشعل أو لتخبر ولتنذر جميع أبناء الشعب اليمني أننا قادرون على إسقاط رأس هذا الأفعى الذي أصبح اليوم قريبا من السقوط. يظن هذا الذي يريد أن ينتصر بشعارات براقة أو بشعارات لا قيمة لها، أصبح الشعب اليمني اليوم يدرك ويعيش بأن هذه عبارة عن كلمات هراء ليس لها وزن وليس لها قيمة وليس لها معنى. يقتل الشعب اليمني ويسلب أموال الشعب اليمني وتدمر مباني والبنية التحتية للشعب اليمني، لا تدمر لا أمريكا ولا إسرائيل كما يدعون. لكن أقول أن الباطل
اليوم الذي يتمثل في ميليشيات الحوثي كان الآخرين لا يدركون أن هذا باطل، وأصبح بأفعالهم هذه يوما بعد يوم يتضح لدى الناس أن هذا هو باطل فعلا. لا يتضح هذا الباطل إلا عندما يراه الناس ويظهر ويتغطرس على الآخرين، يقتنع الآخرين الذين كانوا غير مقتنعين سابقا أنهم اليوم هم الباطل. والحق اليوم لابد أن ينتصر وأن يكون لهذا الحق جنود، ولا يسقط سلطان الباطل إلا عندما يأخذ سلطان الحق براية الدفاع عن الحرية وعن الكرامة وعن هذا الوطن الذي نعيشه الذي يعيش فيه الجميع. وأقول أن المسؤولية، مسؤولية الجميع، مسؤولية جميع القبائل، مسؤولية الشعب اليمني للدفاع عن حريتهم، عن كرامتهم، عن دينهم، عن وطنهم في الداخل أو في الخارج. الشعب اليمني الموجود في الداخل يؤدي دور، والشعب اليمني الموجود في الخارج يجب أن يؤدي دور أكبر. والتحالف الوطني والتحالف دول التحالف جميعا نشكرها لما تقدم، لكن هذا لا يعني أننا نبقى أيضا متفرقين عما يدور في حجور وفي كشر وفي صعدة. وهذا لابد أن يكون هناك من مزيد من المدد، مزيد من الدعم، مزيد من العطاء. هؤلاء هم يقدمون الدماء، يقدمون الأرواح من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل هذا الوطن الذي في الخارج يجب أن يكون أيضا لهم دور أكبر في الدفاع عن هذا الوطن الذي اليوم نحن نعتز بهم، نعتز بهؤلاء الرجال الذين يدافعون عن هذا الوطن، الذين يجب أن نقبل كما قلت سابقا رؤوسهم. يجب أيضا أن نمدهم بما نستطيع أن نملك، بالكلمة، بالمال، بالسلاح. هؤلاء الرجال الأبطال اليوم أنا أستطيع أن أمدحهم أو أمتدحهم بكلمة واحدة، كما قال أحد الشعراء سابقا، يأتي ببيت من الشعر يتكلم فيها يمدح قومه بصورة ذم، بصورة الذم، يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني المشكلة البسيطة هي أن سيوفهم مثلومة بسبب كثرة القتال في المعارك. أنا أقول أبطالنا الذين يدافعون عن هذه الحرية لا يمتلكون إلا السلاح الشخصي، الذين اليوم نحن نفتخر بهم، نعتز بهم، لا يمتلكون إلا السلاح الشخصي أو ما تقدمه الآن حاليا من دول التحالف. لكن أقول لابد، أو هو ربما سعادة العميد الآن الجيش الوطني قد تجاوز، أن نقطع رأس الأفعى نهائيا. قد تجاوز الجيش الوطني اليوم الحديث عن القتال بالسلاح الشخصي. اليوم فعلا الجيش الوطني يمتلك قدرات وإمكانيات بفضل إخوانه، أولا بفضل الله ثم بفضل إخوانه في دول التحالف. لكن في إطار حديثنا اليوم عن صعدة وعن حجور في حاجة، نحن أمام نموذجين، نموذج الألوية المدربة المعدة المسلحة ودورها في تحرير المحافظات، وخصوصا المحافظة التي يعدها الحوثي معقلا له، وما بين أيضا القبائل المتمثلة بقبائل حجور المتكاتفة التي تلعب دور أيضا يعني أمام في مواجهة هذه الميليشيات. إذن هذين النموذجين هما الأبرز الآن عسكريا في مواجهة الميليشيات الحوثية. إلى أي مدى يمكن للنموذجين أن يستمر في التقدم وأيضا النجاح، سواء النموذج العسكري أو النموذج القبلي واحتوائه؟ أقول التناسق القتالي الموجود اليوم حاليا، سواء الذي يقوم به الجيش الوطني ممثلا ببعض الألوية القتالية المتدربة اليوم التي تصنع الانتصارات في أكثر من مواقع والثبات في أكثر من مواقع، تنهج نهجا عسكريا نموذجيا قد لا يوجد اليوم، أو لا توجد الأكاديميات العسكرية أن تصنعها اليوم. قد تكون الأكاديميات العسكرية نظمت أو أدارت تكتيكا عسكريا نموذجيا
في كل المجالات، في الدفاع وفي الهجوم وفي غيرها وفي المعارك النموذجية، لكن اليوم الجيش الوطني يمتلك التكتيك حسب طبيعة الأرض، سواء كان في الجبال أو في الساحل أو في المناطق المبنية قتاليا مثل المدن، أو كيف التناسق ما بين جيش وطني منظم وبين القبائل التي تقوم بإدارة المعارك. اليوم أيضا القبائل مدربة تدريب عسكري نموذجي في 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 بعض المجالات تحقق انتصارات وتحقق إرادة قوية، ولا يمكن أن يأتي هذا الانتصار أو هذه الإرادة القوية إلا عندما يتولد من الداخل. أننا نظن أو نعتبر أنفسنا أن أولئك على باطل وأننا على حق، عندها ننتصر. طيب سعادة العميد الركن عبد الرقيب، معي الآن من صعدة وبالتحديد من جبهة البقع العميد عبد اللطيف الضبياني، قائد اللواء 126 مهام اقتحام. سعادة العميد عبد اللطيف، أهلا وسهلا. سعادة العميد أنت معي؟ ربما أن الصوت لا يصلنا أو لا يصله. معنا سعادة العميد عبد اللطيف الضبياني، تسمعوني الآن؟ ألو أسمعك. أسمعك، أهلا وسهلا بك. نتحدث اليوم ومعنا عبر الأقمار الصناعية من مارب العميد الركن عبد الرقيب القحطاني، نتحدث عن تقدمات الجيش في صعدة وخسائر كبيرة للحوثيين في حجور. أطلعنا وقد ربما عرضنا بعضا من جوانب هذه الانتصارات، أطلعنا على أهمية هذه الانتصارات التي تحققت في صعدة خلال الأيام الماضية وخلال الساعات أيضا الماضية، وما الجديد؟ والله يا أخي العزيز، الحمد لله النصر حليفنا، وتقدمنا قبل يومين على البتيرة وعلى المسطح وعلى الصخور من جات وائلة، والحمد لله أن النصر حليفنا، وخسائر كادحة للحوثيين وأسلحة، وبرسل لكم تقريبا قد وصلكم بعض من المقاطع الذي تغنى منها من العدو. نعم نعم نسمعك، تفضل. وقتل قتلة بالكذرة، وصاروا بالفرار من مواقعهم جات وائله، والحمد لله تم النصر بفضل الله ثم بفضل الرجال المجاهدين والمرابطين في المواقع الأمامية، والمهام الخاصة شنعبها. نسمعك جيدا عميد عبد اللطيف، تكمل. الو ايه نسمعك، تفضل. يا اخي الشبكه عندي ضعيفه شويه. نحن نسمعك جيدا، بامكانك ان تكمل الحديث ونحن نستمع لك. قلت لك والحمد لله تم النصر بفضل الله ثم بفضل الرجال المرابطين في الجبهات الصفوف الاماميه، وان شاء الله ان شاء الله ان النصر قادم وهولا على باطل، وابشرك ان احنا لا خير وان احنا على حق باذن الله تعالى. طيب فقط استكمل معك الفكره العميد عبد اللطيف الضبياني، الان هذه التقدمات التي والانتصارات التي تحققت خصوصا في جبهه البقع، إلى أين تنقل الجيش الوطني؟ هل أصبحنا مثلا ونحن نتحدث عن مركز مديرية البوقع، أيضا نتحدث عن استكمال تحريرها، تفضل. بالنسبة لحد الآن إحنا وصلنا إلى قرب الخط الدولي الذي هو الماري من جات وائلة على الجوف، بالقرب منا احنا الان. نعم، الخط الدولي ايضا قطعه في غايه الاهميه وسينعكس بلا شك على سير المعركه هناك.
سعادة العميد عبد اللطيف الضبياني قائد اللواء 126 مهام اقتحام، كنت معنا من البقع في صعدة، شكرا جزيلا لك وتحية لك ولكل الأبطال المرابطين في جبهة البقع وفي كل صعدة وعموم اليمن. أعود إلى العميد الركن عبد الرقيب القحطاني مساعد رئيس هيئة التدريب بالجيش الوطني والمحلل العسكري. طيب بالمقابل جبهة أو منطقة حجور، هذه المنطقة القبلية التي اليوم تقاتل أو تدافع عن نفسها من جرائم الحوثيين والاعتداءات، النصرة التي لاقتها هذه القبائل والدعم سواء الإسناد من حيث الطيران أو أيضا الإمدادات التي تمت، إلى أي مدى تشجع بقية القبائل على الوقوف في وجه الميليشيات الحوثية وعدم الخضوع لها؟ أخي الكريم، بالنسبة لقبيلة حجور أو قبائل حجور التي تسطر أنصع الانتصارات في ظل الذل الذي تعيشه جميع المناطق التي يقطن فيها الحوثيين، تقول للشعب اليمني القاطنين في ظل السيطرة الحوثية: نحن هنا فأين أنتم؟ نحن هنا فأين أنتم؟ هذا الوطن الذي نعيش فيه جميعا لا يمكن أن نعيش فيه إلا عندما نحمل القوة، نحمل ما يدافع عن هذا الوطن، نحمل السلاح عندما يأتي المعتدي والباغي. هذا الباغي الذي أظهر عبر الحوار الوطني في سابقا في 2012 ونتج عنه بغى وتكبر وتسلط، فقبائل حجور تقول لبقية القبائل: وطني يحميك نار ولظى، ليس يحميك أغاريد وفن. لا يمكن أن يحمي هذا الوطن أنشودة أو خطاب سياسي أو تملق في مجال الآخر يقول بأنه يحمي هذا الوطن النار واللظى. البندقية في يد والعقيدة في يد آخر من أجل الدفاع عن هذا الوطن الذي نعيش نحن فيه جميعا. اليوم الحوثي أصبح في يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة، أقول يلفظ أنفاسه الأخيرة في جميع هذه المناطق، وقد يستمر لفظ الأنفاس وقتا. هذا الوقت خلاله العدو اللدود الذي يقف من وراءه في الخارج إيران أو غيرها، فإنهم يغرسون الموت للشعب اليمني، يغرسون الألغام، ونحن وقبائل حجور والجيش الوطني بأكمله والمقاومة الشعبية والشعب اليمني المحيط بهذه القبائل جميعا تغرس الحياة، تغرس الورد بدلا على الألغام الذي يبتر أقدام المقاتلين أو المدنيين أو الأطفال أو النساء. نحن نغرس الحياة وهم يغرسون العميد وقبائل حجور وقبائل كشر. وبقية القبائل المساندة تقول للقبائل الأخرى تقول للقبائل الأخرى: هل أنتم مستعدون أن تدافعون عن كرامتكم، عن إنسانيتكم؟ وامتدادا لهذه النقطة سعادة العميد الركن عبد الرقيب، وفي الدقيقة الأخيرة عبد الملك الحوثي في خطابه الأخير بدأ متشنجا على أتباعه بعد أن أعطاهم المهلة 48 إلى 72 ساعة وفشلوا في كل الترتيبات والاقتحامات التي قاموا بها بل وتكبدوا خسائر كبيرة. يعني لأي مدى استطاعت قبائل حجور أن تكسر تلك الهيبة، يعني يمكن تسميها الهيبة أو الهيلمان التي حاول أن يصنعها الحوثي تجاه القبائل باختصار؟ أخي الكريم، لكل متكبر نهاية، والمتكبر الذي يحمل الباطل قد يأتي من يذل هذا المتكبر أو من يحمل هذا الباطل من أبسط مخلوق على وجه الأرض. الذي أذاق الحجاج الموت عبارة عن البعوض دخل في أنفه لأنه ظلم واستبد وصنع الأفاعيل، واليوم عبد الملك الحوثي ينتفش أو يريد أن يقول بأنه سينتصر خلال فترة بسيطة
أنا ما أقول مثله إلا كمثل العصفور الذي يذبح، عندما يذبح تجده يرقص وتظن بأن رقصه هذا عبارة عن انتصار، لكن هذا الرقص هو عبارة عن نهاية. الذي ينظر للعصفور وهو مذبوح يرقص يظن بأنه منتصر، لا، هو يلفظ أنفاسه الأخيرة. ومن من أقول من من يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ عبد الملك الحوثي أو الحوثيون في جميع المناطق يسطر الانتصار الموجود من بعض القبائل اليمنية في حجور وكشر ومن تساند هذه القبيلة. أقول لابد إذن أن ندعم هذه القبائل اليمنية التي تعيد مجد اليمن، شرف اليمن، عزة اليمن. ماذا ننتظر؟ ماذا تنتظرون؟ ماذا بقى لنا؟ هل بقى من الحرية شيء؟ وصلنا إلى آخر دقيقة في حلقة اليوم معك عبر الأقمار الصناعية، العميد الركن عبد الرقيب القحطاني مساعد رئيس هيئة التدريب بالجيش الوطني والمحلل العسكري، شكرا جزيلا لك والمعذرة على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص للأقمار الصناعية. شكرا جزيلا مرة أخرى سعادة العميد الركن عبد الرقيب القحطاني. ومشاهدينا الكرام سنخرج إلى فاصل قصير، نعود ونستكمل حوارنا مع ضيوفنا عبر الهاتف من داخل صعدة ومن حجور أيضا لاستكمال الحديث حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، فاصل قصير ثم نعود. مرحبا بكم من جديد، عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنكمل حلقتنا وحوارنا حول التقدمات التي أحرزها الجيش الوطني في صعدة وعن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الميليشيات الحوثية في منطقة حجور، وهي تعتدي على أبناء قبائل حجور وأبناء كشر وعلى المواطنين هناك. استكمل الحديث حول صعدة والتقدمات التي تكللت خلال الأيام الماضية مع العميد أديب الشهاب أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة جبلي، معي الآن من صعدة العميد أديب، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. حدثنا والمشاهد عن المناطق والتقدمات التي أحرزت خلال الساعات والأيام الماضية وأهميتها مع يعني في 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 معركة الجيش لتحرير صعدة. أخي العزيز، الجيش الوطني هناك تقدمات كبيرة وخصوصا في محور حلب، تقدمات كبيرة جدا، وأخذ عدة أماكن كانت مركزها العدو، وخلال الأيام القليلة الماضية استطاع الجيش أن يحقق انتصارات عظيمة في أغلب مناطق مديرية داقم، والعدو متقهقر وغير غير غير قادر على الصمود أمام ضربات الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي. ما أبرز هذه المناطق التي تم يعني تحريرها من ميليشيات الحوثي واستعادتها، وكيف يعني هذه السيطرة ستنعكس على المعارك في الأيام القادمة؟ السيطرة على مناطق مهمة، قرى ضواحي قرى مدينة داقم، وكذلك أماكن كانت مركز فيها العدو، وعن قريب سوف يقطع خط إمداد خطوط الإمداد لتمد عدة جبهات، لا نريد أن نذكرها، عدة جبهات تمتد من أماكن أخرى، وسوف يقطع خطوط الإمدادات كاملة، وإن شاء الله ستسمعنا بالقريب العاجل شيء عظيم ويسر الصديق ويغض العداء إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب يعني الآن كيف هي الأوضاع في هذا في محور علب وفي جبهاتها المشتعلة؟ الأوضاع انتصارات متتالية لما معنويات الجيش الوطني مرتفعة جدا، بعكس معنويات الميليشيات الانقلابية بكلمة تقدم في أرض في رأس في أرض العدو نفسه، ولما لها من معنويات، عنده معنويات كبيرة أصلاً عندما تأخذ قطعة من أرض صعدة، عامل نفسي لدى العدو عامل نفسي كبير غير أي محافظة في الجمهورية اليمنية، وقريبا إن شاء الله سنقطع رأس الأفعى إن شاء الله بإذن الله تعالى. العميد أديب الشهاب أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة جبلي من صعدة كنت معنا، شكرا جزيلا لك سعادة العميد.
أشكرك جزيل الشكر. أيضا ننتقل في الحديث إلى حجور، إلى حجور والخسائر التي تكبدتها الميليشيات الحوثية، لأننا هنا نتحدث عن دفاع قبلي يدافعون عن أنفسهم وعن مناطقهم من اعتداءات حوثية تحاول أن تستخدم كل إمكانياتها التي أخذتها من الدولة أو هربتها لها إيران في ضرب يعني هؤلاء القبليين، ولذلك نحن نتحدث عن الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها نتيجة لهذا الاعتداء الذي يقومون به. والحديث حول هذا الموضوع معي الشيخ هادي وردان أحد مشايخ حجور. شيخ هادي أهلا وسهلا. مرحبا أخي، حياكم الله. مرحبا شيخ هادي، اليوم حديثنا عن تقدمات الجيش في صعدة وخسائر الحوثيين. طيب خسائر الحوثيين بالتحديد مع في جبهة حجور، عبد الملك الحوثي في خطابه اليوم الذي تحدث فيه إلى أنصاره بدأ مهزوزا وغاضبا وحانقا من الخسائر التي منيت به أفراد عصابته أثناء اعتدائهم للحوثي على حجور. ما الذي جعله غاضبا بهذا الشكل؟ بكل تأكيد أن يكون موقف عبد الملك الحوثي يعني المستوى من الهلع ومن الفزع بعد أن لاقى ما لاقاه من بطالة ومن استسهال ومن شجاعة ومن يعني دفاع مستميت من قبل أصحاب حجور الذين دافعوا عن قضيتهم وعن بلادهم وعن أرضهم وعن عرضهم. ومن الطبيعي جدا أن الحوثي عبد الملك الحوثي اليوم يظهر بهذا الظهور الذي عليه الهزيمة والذي عليه يعني الاعتراف والاستسلام بعد أن خسر الكثير والكثير من مقاتليه منذ 4 أشهر وهو يستخدم أعداد ثم يتم القضاء عليهم ثم يستخدمهم من الجهة الأخرى ويتم قصهم ويتم دحرهم من قبل الأبطال حجور وهكذا. فلم يعني ممكن القول أنه من الآن لا يمكن أن يخشى قبائل حجور أي قوة أو أن الحوثي ممكن أن يستخدم قوة بقدر ما قد إيش ما قد استخدم في الفترات الماضية. تم دحرهم وتم عادتهم منكوبين. مخابر تؤكد لنا في مستشفى حجة بس الذين دخلوا ثلاجة حجة المستشفى الجمهوري في محافظة حجة يزيد على 300 جثة وأكثر من 700 جريح معظمهم جروح بليغة. ولا ندري ما هي الطموح الذي يطمح الحوثي لكي يعني يرسل هذه الأعداد وهو يعلم أن نهايتهم حتمية وأنهم لا يعودوا إلا جثث هامدة أو أشلاء متقطعة. وبالتالي فأبناء حجور بموقفهم هذا موقف بطولي وموقف إنساني وموقف رجولي دفاعا عن أرضهم وعن عرضهم لما يعلمون من تداعيات دخول الحوثي أي منطقة من مناطق اليمن. هم يعلمون أن الحوثيين إذا دخلوا منطقة حولوها إلى أذلة، حولوها إلى ركام، حتى دخلوا قرية الشنافية وقرية بيتيبان فجروا بها 20 بيت. وهو ما جعل من أهالي مديرية كشر أن يتداعوا وأن يحموا بلادهم حفاظا على أرضهم وعلى عرضهم وعلى بيوتهم وعلى ممتلكاتهم. وهم بهذا الحالة مستميتين لما يعرفون ما يحمله الحوثي ومسيرته ومسلحيه من أخلاق منحطة، أخلاق تستحق الدفاع، تستحق أن يتم مواجهتها بكل أنواع السلاح. هذه جماعة تحمل من الجدارة ما تحمله من ما تحمله أي جماعة في العالم. هذه جماعة تستحق أن تباد من الأرض اليمنية. وبالتالي أبناء حجور بدفاعهم هذا هم يعتبرون يعني مكسب ونموذج يعني للدولة وللشرعية أنهم دافعوا وأنهم أذلوا كبرياء هذه الحصابة الإجرامية التي فعلا يعني بغت واستوحشت على الناس. فأبناء منذ الانقلاب ما يحصل في المديريات التي بسط عليها الحوثي نفوذه يرون الإذلال، يرون الاستعباد، يرون النهب، يرون كل ما يمكن أن يقاتل ومارسوا فيه طيب. فهو شيخ هادي. من أبناء مديرية حجور أن يردوا وأن يقاتلوا وأن يستميتوا بكل قوة وبكل بسالة. نعم شيخ هادي، سأتي إليك وأسمع أيضا منك حجم المعاناة التي عانى منها
من يعني سيطرة أو المناطق التي سيطرت عليها الحوثية في حجة، وكذلك حجم أيضا التدمير الذي حدث في منازل المواطنين والاستهداف والقصف الذي يحدث. اسمح لي هنا مع الشيخ ناصر دعقين وكيل أول محافظة حجة. شيخ ناصر أهلا وسهلا. مرحبا شيخ ناصر. يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك شيخ ناصر. الحديث اليوم كان في السابق الحديث عن ضرورة نصرة قبائل حجور وعدم خذلانها، لكن الخسائر التي مليت بها ميليشية الحوثي على سفوح وجبال كشار وما حواليها، وأيضا الخطاب المهزوز الذي ظهر به عبد الملك الحوثي يعكس حجم صمود القبائل في حجور والإسناد أيضا سواء الجوي أو غيره من التحالف ومن الشرعية. حدثنا عن الواقع. شكرا لك يا أخي العزيز. أولا بعد الهزائم المتكررة المنية بها ميليشيا الحوثي في مدينة كشر ومن قبائل حجور، نحن نعلم ما استخدمه الحوثي ضد قبائل حجور، نحن نعلم ما تم حشده من كل المحافظات اليمنية، ويريد يعني القضاء على هذه القبائل لإرسال رسالة إلى الشعب اليمني أنه ما أريكم إلا ما أرى وهو المتسلط. فوجئ بالرد القاسي والرد الشافي في هذا الموقف العظيم الذي فطره أبناء حجور، هو اليوم يحشد كل الدبابات. يا أخي العزيز، بعد مرور 40 يوما وهم يقدمون أبناء حجور ملاحم البطولة والفداء والدفاع عن أرضهم، الآن يستخدم الصواريخ الطويلة المدى. تخيل أخي العزيز، كشر اليوم تستقبل 3 صواريخ طويلة المدى. إلى أين هذه الصواريخ تضرب؟ هي لا تضرب في مواقع الجبهات، وإنما تضرب إلى المناطق الآمنة من السكان الذي ليس فيها حرب وليس فيها صراع. وليس هو يريد أن يرسل رسالة لقبائل حجور ولكشر أنه إذا لم تخضعوا، إذا لم تسكتوا، إذا لم تسمحوا لي، فإني سأجعل الأرض نار. هذا ما أراد الحوثي، وهذا ما استفاد من يعني أسلحة الدولة سواء الصواريخ أو الدبابات أو راجمة الصواريخ أو الهاونة. أخي العزيز، كشر ترزع اليوم بأعتى أسلحة الدولة، تضرب اليوم القبائل في العبيسة، في قلعة المنصورة، في بني ريبان، بني النمشة، بني جبهان، بيت الجشيبي. هذه القبائل هي يعني تضرب بأكبر أسلحة موجودة، أسلحة الدولة، أسلحة الأسلحة الثقيلة. بعد الله سبحانه وتعالى نقدم شكرنا لصقور الجو قوات التحالف الذي ولله الحمد أن تدخلت في الوقت المناسب لضرب هذه الأسلحة، أو بقدر ما يستطيع أن يخطوهم هم خرافيش الظلام، هم ضريعتهم يخفون أسلحتهم في مناطق متعددة، ولكن ما أن تظهر إلى العيان صغر الجو لها بالمرصاد. أخي العزيز، اليوم تم الهجوم مرارا وتكرارا على مدار 9 ساعات متواصلة في جنوب كشر وفي شرقها وفي غربها، وإلى الآن غرب كشر يعني تستقبل الهجوم أكثر من 13 هجمة متتالية من الصباح، هدفه بغية إرهاق المقاتلين هناك، لكن طموط الأبطال لا زالوا يثبتون أنهم في قوة وفي صلابة وفي منعة في أمرهم والحفاظ على أرضهم وبلادهم. الحوثي اليوم أراد أن يتقدم في جنوب كشر، ردوا عليه الرد الشافي ووقفوا بوقف الأبطال وسحقوا ميليشياته ورجعوا إلى الخلف وحرروا بعض المناطق من ضمنها قرية بني شوس. نحن نعلم، نحن لا نبالغ، نحن نعلم أن أبناء كشر يعانون من حصار كبير وعظيم. نحن ندرك أن كشر يوجد لديها حصار من عصابة مجرمة باغية ظالمة تقهر كل ما هو موجود في الأرض الجميلة، في الأرض كشر، منعت الماء، منعت الدواء، منعت كل سبيل وغيره. هي تمتلك الأسلحة خارج مديرية كشر، تستخدم هذه الأسلحة الثقيلة اللي برضها لمسافات بعيدة. نحن نعلم أن لديهم هي عقيدتهم أبناء كشر، وهي يعني موقفهم الوطني الغيور
الذي استرسلوا لهذه الموقف لهم منا كل الشكر والتقدير، لهم منا كل العرفان والوفاء. حقيقة نحن عاجزين عن شكرنا وعن امتنانا لهذه القبائل الحرة الذي تعلم هي أنها تضرب بالصواريخ على بعد 50 كيلو 40 كيلو، لما لا توجد أسلحة القبائل إلا أسلحة كلاشينكوف والأسلحة الخفيفة أو الأسلحة الرشاشة فقط، ليس إلا. أملنا في الله كبير، أملنا إن شاء الله قوات الجيش الوطني أن يسرع في التحرك والتقدم لفتح جبهة جديدة في مدينة مصطبة والدخول المباشر لفك الحصار والالتماء والالتئام والالتحام بقبائل كشر. هذه الأمل موجودة ومعقودة إن شاء الله. إن شاء الله وبالنصر بإذن الله تعالى لكل اليمنيين ولكل القبائل والأبطال الذين يواجهون هذه الميليشيات ويصدون بغيها. الشيخ ناصر دعقين وكيل أول محافظة حجة كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر شيخ ناصر، شكرا جزيلا. أعود إلى الشيخ هادي وردان أحد مشايخ حجور. شيخ هادي، في إطار التكتيكات المعروفة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية، تقدمت الميليشيات الحوثية لأبناء حجور بطلب صلح واتفاق على اتفاق من أجل أن مقابل أن يطلقوا سراح المعتقلين من الطرفين وينسحبهم من أماكن تمركزهم مقابل فتح الخط المؤدي إلى الساحل، هكذا اشترطوا أو تقدموا بهذا الصلح، لكن أبناء حجور رفضوا. لماذا؟ لماذا؟ لعلمهم بأن هذه هي اسطوانة مشروخة يستعملها الحوثي كلما شعر بالخزي، كلما شعر بالفشل أمام صمود وقوة أبناء مديرية كشر، بلا شك أن القبائل يرفضون هذا العرض وهذا الطلب، لأنهم يعرفون أن الحوثي هو وهو يعتبر متخصص في هذه المواضيع، في عمل المسرحيات الهزلية، في ممارسة أو أنه يستخدم جميع الأساليب بما فيها المراوغة والكذب في الضحك، تجاوز يكذب على الدول، يكذب أمام الاتفاقيات، أمام الأطراف الدولية، وبالتالي فأبنى حجر على يده وعلى وحي تام بما يريده الحوثي. الحوثي لا يريد فك طريق من أجل الطريق، ولا يريد أجل الأسرى والمعتقلين من أجل الأسرى والمعتقلين، لا إلى أن يتقوى ما قضي إلى موسيس كشر أهانة الكرامة. أبنى حجر على وعي تام وعلى إدراك بما تخفيه نوايا هذا المجرم الذي يريد أن التنكيل بأبناء الشعب اليمني، فقد فطروا بطولات وثبتوا في مواقع دفاعا شديدا وهم الفارق في السلاح وفي العقاد وفي القوة، إلا أنه لإيمانهم بقضيتهم وقوة حجتهم استطاعوا دحر قوة ميليشيا الحوثي ورفضوا جميع العروض والمغريات التي أراد الحوثي أن يعملها. شيخ هادي، في الوقت الذي يتقدمون به بمثل هذه المسميات صلح واتفاقيات، ما الذي يحدث لأبناء حجور وللمواطنين والمدنيين بالتحديد؟ طبعا بلا شك أن مثل هذه الحرب وهذه القوات وهذه التي تستخدم من قبل ميليشيا الحوثي من قوات دمار شامل وصواريخ وبالبالستية طويلة المدى، هناك لا شك أن هناك حالات كثيرة من الانتهاكات، هناك مواطنين محاصرين، هناك مزوح كلي لأبناء مديرية كشر من في إطار المديرية نفسها لأنهم منعهم حتى مزوح، هناك حالة وفاة، هناك إغلاق للمدارس، هناك حصار مضمج منذ 4 أشهر، منعوا دخول الماء، منعوا دخول الكساء، منعوا دخول الدواء، ومع ذلك الحوثي يريد أن يحاصر القبائل، يريد أن يحاصرهم كي يستسلموا له، هذا محال، يريد أن يقتلهم كي يستسلموا ويسمحوا بدخوله ويحكمهم، هذا محال. وبالتالي فإنه من الشك مما لا شك فيه بأنه بعدها سيترتب عليه آثار في حق المواطنين، مضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان، مضاعف من الوضع الإنساني للمواطنين. المواطنين فعلا يعانون حالة كبيرة جدا من الجوع والمرض والحصار والقتل والإصابة، هناك حالات تعفنت جراحهم،
هناك يعانون من شتى انواع ما يمكن ان يقال في ظل غياب الامم المتحده والمنظمات التي تخضع لسيطره ميليشيا الحوثي والتي منعت من قبل ميليشيا الحوثي من الدخول الى هذه المناطق التي تعاني اشد انواع الضرب والاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي. نعم، ولذلك الميليشيات الحوثية بهذه الجرائم التي ترتكبها، سواء تفجير المنازل، أكثر من 13 منزل تم تفجيرهم في يوم واحد لإحدى قرى كشر، وكذلك عملية إطلاق الصواريخ البالستية على القرى، هي محاولة إرعاب وإحداث نوع من الصدمة التي عرفها اليمنيون وعرف حقيقة الميليشيات وضعفها. والدليل على ذلك العشرات الذين يعني في جبال كشر وفي وديانها من القتلى الحوثيين الذين أظهروا ضعف هذه الميليشيات عندما تصمد المنطقة وتتوحد جبهتها الداخلية لا تستطيع الميليشيات الحوثية اختراقها. شكرا جزيلا لك شيخ هادي وردان أحد مشايخ حجور، كنت معنا. شكرا لكل ضيوف الذين شاركونا في حلقة اليوم عبر الهاتف أو عبر أقمار الصناعية من مارب. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، دائما بإذن الله تعالى نلقاكم على برنامج مستقبل وطن، نسلط الضوء على مستجدات الأحداث ونستضيف الشخصيات التي تناقش معها هذه الأحداث ونسلط الضوء عليها للاستمرار في مواكبة الأحداث وتغطيتها. تحية لكم مرة أخرى ونلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.